دعاؤه عليه السلام الذي من دعا به حشره الله معه عليه السلام، عن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وعنده أبي بن كعب، وساق الحديث إلى أن قال: قال له أبي: يا رسول الله، فما هذه النطفة التي في صلب حبيبي الحسين؟ قال: مثل هذه النطفة كمثل القمر، وهي نطفة تبيين وبيان، يكون من اتبعه رشيدا ومن ضل عنه هويا. قال: فما اسمه وما دعاؤه؟ قال: اسمه علي ودعاؤه: يا دائم يا ديموم، يا حي يا قيوم، يا كاشف الغم ويا فارج الهم، ويا باعث الرسل ويا صادق الوعد، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله.